صباح الخير وصباح صحة وسلامة إن شاء الله اللي كنت منوها الكل أوفياء الإذاعة القريبة منكم متغاديو عواشركم مبروكة. أكيد عواشر مبروكة كنت منوها إن شاء الله للجميع. سنة خير إن شاء الله وأطيب الأمنيات من كل طاقم ديال متغاديو لكل مستمعين الكرام. إن شاء الله تكون سنة خير وبركة ورزق وكل مستمعين الكرام اللي كيتمنوا شي حاجة إن شاء الله يحقوها في هذه السنة في 1438. صباح الخير دكتور الرمضاني عواشركم مبروكة. أهلا وعليك. تحية لك. تحية للطاقم مجموع. تحية لجميع المستمعات والمستمعين. شكرا لك. اليوم الموضوع ديالنا غادي يكون على واحد الفاكهة اللي هي موسمية. هذا هو الوقت ديالها. كاين بزاف ديال الناس اللي شافوها. كاين بزاف ديال الناس اللي دخلوها لديورهم وبدوا كيستهلكوها. اليوم غادي نتكلموا على الفوائد الجميلية ديالها خصوصا لما كنتكلموا على القشرة. الرمان هو الموضوع ديالنا اليوم وقشرة الرمان هو الموضوع ديالنا. كنشوف انه بزاف ديال الناس كيستعملوهم في التلوين ديال الشعر في التبييض ديال الاسنان. هاد الشيء واش فعلا عنده فعاليه لما كنتكلموا عليه؟ فهاد الامر اليوم غادي نكتشفوه رفقه الدكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه. كيما قال لكم تواصلوا معنا من خلال الارقام اللي مفتوحه دائما وراهن اشارتكم اكيد 05 22 46 52 51 أو 52. كاين رقم للتواصل معنا عن طريق رسائل الاس ام اس واللي هو 5080. كيكفي انكم تكتبوا في اول الرساله اللي غادي تبعثوا بها كلمه صحه اس ا اش ا كتخليوا فراغ صغير وكتبعثوا بالسؤال ديالكم للرقم 5080. نمشيو على بركه الله دكتور رمضاني ونتكلموا على الرمان. هذا هو الوقت ديالو هذا هو الموسم ديالو بطبيعه الحال. اول حاجه غادي نتكلموا عليها هو اللون ديال الرمان. كنلاحظوا على انه حتى في هذا الموسم ديالو ربما كنشوفوا على انه الفاكهه من على برا يعني كنتكلم من على برا اول ما كنشوفوها بالعين ديالنا كنلقاو انه اللون كيكون مغير بحيث كنلقاو رمان اللي اللون ديالو احمر من على برا كاين رمان اللي كنلقاو اللون ديالو وردي وربما كاين واحد اللون اللي كيكون مختلط فيه نوعا ما ديك القشره الصفراء زائد يعني واحد النقط اللي كتكون فيها حمراء. هذا الشيء واش كيأثر على المكونات ديالو او لا؟ لا راه هي نفسها بغض النظر على اللون ديال الفاكهه. هي واحد المثله دائما كنا كنستعملوها اللي كتقول رمانه مغمضه بمعنى هو فعلا فعلا لانه ملي كنهضروا على الرمان فبطبيعه الحال كنهضروا على واحد الفاكهه اللي ما نقدروش صعيب باش نعرفوا كيفاش دايره من الداخل. ولو انه كاين الناس اللي هما خبراء عندهم خبره اللي يقدروا وحتى هما كذلك كيقدروا غلطوا ولكن الرمان غالبا ما كيكون من ناحيه المذاق بعدا حتى من ناحيه اللون الداخلي كيكون مثلا الشجره كتقدر تعطي غالبا رمانات من نفس النوعيه من نفس المذاق. كما ذكرنا فالرمان يعني عنده تاريخ يعني فاش كنهضروا على الرمان يعني من بين الفواكه بطبيعه الحال اللي مذكوره في القران يعني اللي هي ملقحه من حبوب الجنه يعني جميع هذه المسائل يعني كتزيد كتكثر من باش نمشيو في الابحاث في الدراسات في اشنا هي المنافع الحقيقيه ديالها كذلك الانسانيه مثلا استعملتها فاش كان جميع الحضارات يعني الصينيين المصريين كذلك تهم ضربوا باش يدخلوها وحتى اوروبا يعني اوروبا هنايا هنا خاصهم من ناحيه الرمان فراه كاين واحد التحيه كبيره خاصها تمشي للامازيغيين لانهم هما اللي وصلوها لاوروبا وكذلك كاين حتى بعض المدن مثلا فاش بحال غرناطه فراه الاسم ديالها جاي من الرمان يعني حيت بدا واحد هاد الاشجار ديال الرمان بدات كتكاثر من بعد فاش دخلوها الامازيغيين في القرن العاشر في وقت البناء ديالها كان واحد الضيعات كثيره ديال الرمان. الرمان فاش هاد الاوقات هذه كامله وهاد السنين هاد الاف السنين ديال الاستعمال ديالو كان كيستعمل واحد العدد كبير ديال الحويجات كيليقوا اول حاجه المذاق ديالو الرائع. ثاني حاجه كان كيستعمل المسائل ديال الجهاز الهضمي الصحه ديال القلب والشرايين يعني واحد العدد مضاد للالتهاب كيستعمل في التجميل. من بعد منها في السنوات العشرات السنين الاخيره بطبيعه الحال باش بدات الدراسات متوجهه المكونات الغذائيه والمكونات اللي كاينه في الرمان ولا في جميع الفواكه الاخرى اللي كتستعمل في هذه الاتجاهات ولا حتى الاعشاب الطبيه فبطبيعه الحال هنا يتم استخلاص ولا تم
التعرف على واحد العدد كبير من المكونات باش نستعملوا المصطلحات اللي كيعرفوها الناس كاملين واللي فايت منهم سمعوا منا سمعوها مثلا كلشي كيسمع فلافونويدات ف ليطانا وكذلك مكونات اخرى فنكتفيو غير بهاد الجوج الفلافونويدات لي زونتوسيان وحتى لي بيوس بروسيان هادو كاملين مكونات اللي كنلقاوهم في الرمان واللي هما اللي كيعطيو هذاك اللون ديالو غادي نعاود نرجع لهم ليطانا اللي هما ليطانا ملي كنهضروا على الطانا كنهضروا على الطلاش كنهضروا على الصباغه هما اللي كيعطيو هذاك كيعطيو ديك المروره ديالها واذا هاد المكونات هادو اللي معروفه لهم اول حاجه مضاد للاكسده نعم غير باش نوضحوا اكثر المستمعين الكرام يعني ديك المره قصدت بيع لانه الوقت اللي كناكلوا رمان وكيلاحظوها يعني كل الناس الفم ديالنا بحال كيتجمع فهذا هو خاصة هناك بطبيعة الحال كنزيد ننصح السيدات والسادة على انهم رمان مزيان نسوسوها يعني حتى داك لو فروي ديالها وحتى دوك البيب ديالك والحبيبات ديالها اللي كيكونوا حمر وسمنو داك العظيم فراه حتى هما فيهم واحد العدد كبير ديال الفيتامينات من انواع بي من انواع سي يعني فيها واحد النسبه ديال البروتينات واحد النسبه ديال الكالسيوم يعني واحد العدد كبير ديال المكونات ولكن ما نساوش ان احنا مزيان الى بالاضافه الى هاد المنافع هاد الكثيره وهاد المنافع الكثيره اللي كتكون حتى على الجهاز الهضمي حتى ملي كنهضروا على هذيك الانواع ديال الفيتامينات بطبيعة الحال عندها مثلا ملي كنهضروا على الفيتامين بي 3 بطبيعة الحال كنتفكروا انها كتعطي انها الانواع ديالها بجوج فيتامين بي 3 ان ولا بي 3 دو لاسيد نيكوتينيك ولا نيكوتيناميد اللي كينفعونا في وحده كتعطينا السيروتونين وحنا كنعرفوا السيروتونين اللي هي الهرمون ديال الفرح وكذلك الاولى اللي كتلعب واحد الدور الثانيه اللي كتلعب واحد الدور في ان احنا كتمكننا باش كنقاوموا وهذه دراسات منهم واحد الدراسه اللي كانت دارت في الولايات المتحده الامريكيه على واحد العينه ديال 8325 شخص واللي تبتات المنافع في هذا الاتجاه للمقاومه ديال الكوليسترول النسبه ديال الكوليسترول خاصه واحد النوع ديال الكوليسترول اللي كيكون مؤكسد ال دي ال اوكسيدي وغادي نعاودوا نهضروا عليه ولو بعجاله اذا ملي كنهضروا ولكن ما نساوش الاهميه حتى ديك لا مومبران ديك الوريقات الصفر اللي كيكونوا خارجين في الرمان من الداخل راه مزيان ان احنا نحاولوا ما امكن نبداو نستهلكوهم ونبداو نعطيوهم حتى للوليدات ديالنا يعني هذا وقت الرمان واحد الرمانه في النهار لاي كل شخص في العائله بهذا الشكل اللي احنا قلنا كاين يعني صعيب باش الوليد مثلا تقول لي خذ هذيك الوريقات الوسطانيه حيت كيجيو كاينه فيهم واحد المروره حيت فيهم واحد النسبه عاليه ديال اللي طالع وواحد واحد لي بوليفينول كذلك اللي هما كذلك محارب كيحاربوا الاكسده وعندهم واحد الدور كبير وغادي نعطيو لا يشكيلك اذا المزيان ان احنا نبداو من اليوم نبداو نستعملوا العصير ديال الرمان العصير ديال الرمان كنقشروا الرمانه من برا كما كنقشروا التفاحه عاد باش كنقصوا من هذوك القشور اللي على برا حتى هما غادي نهضروا على المنافع ديالهم حتى هما يعني الرمان نقدروا نقولوا ان الرمان ما كاينش شي حاجه اللي نقدروا نلوحوها يعني فاش كناخذوا الرمانه الداخل ديالها كناخذوا كعصير وهنايا يعني كينفع لواحد العدد كبير ديال الحوايج نذكروا منها كما يعني ديك المكونات ديالو هي اللي كتمكننا ان نحاربوا الاكسده وكما كنعرفوا الاكسده شنو هي راه هي باش نسهلوها بواحد الشكل بحال الدات ديالنا كتخدم بالطاقه وديك الطاقه كتحتاج واحد بحال الشكل ديال المجمرات يعني نشبهوا باش نسهلوا دوك المجمرات يعني بطبيعه الحال كيخرجوا واحد شويه ديال الرماد واحد لي زيتانسيل لي زيسبيس رياكتيف على الاكسجين لي زيرو هذوك فاش كيمشيو كيتسبوا لينا بواحد الاكسده الا تراكموا هما بطبيعه الحال كاينين كيتم كيلعبوا واحد الدور ولكن فاش كيتكاثروا كنحتاجوا المكونات باش حنا نخدموا كنحتاجوا الجي بي اكس كنحتاجوا الصوت كنحتاجوا الكوكس كنحتاجوا السيلينيوم كنحتاجوا الزنك وهذه كامله مكونات يعني السيلينيوم الزنك اللي من بين الحويجات اللي كيعطيوهم لينا الرمان كذلك
اذا كذلك بطبيعه الحال كنحتاجوا حتى دهنيات اللي كيلعبوا واحد الدور خاصه ملي كنسمعوا الاوميغا 3 اللي كتلعب واحد الدور كذلك في هذا الاتجاه هذا. اذا كما قلنا فملي كناكلوا هذاك الرمان من بين المنافع اللي كيدير كيتسبب لنا كيمكننا اننا نحاربوا ديك الاكس هذا. وهذيك الاكس هذا شنو هي اللي كتكون النتائج ديالها؟ جميع المشاكل الصحيه اللي حنا كنتصوروها فراه ناتجه على هذيك الاكس هذا، اللي منها مثلا مشاكل القلب والشرايين، اللي منها حتى ذاك التراكم ديال 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 الدهون في 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 الجعبه ديال ديال العروق في السوزون دوتيليال، فراه هي حتى هي كتكون متسبه يعني واحد الحاله ديال الالتهاب اللي ناتج على واحد المشاكل ديال الاكسده. كذلك بعض واحد عدد كبير ديال المشاكل منهم مثلا حتى بعض الاورام حتى بعض الكونسير اللي ثبت على انه نتيجه على واحد على واحد الاكسده، واحد الالتهاب واخا ما كيكونش يعني دباكغات كما كنسمعوا، اللي كينتج عليه التوالد ولا التكاثر ديال هاد ديال هاد الخلايا المسرطنه. كذلك يعني واحد من بين المنافع ديالو كذلك مثلا حتى على المصارم ديالنا، فبطبيعه الحال هو ثبت على انه كيقاد لنا حتى الامتصاص. ولو انه هاد المكونات هادو اللي حنا ذكرناهم فهنا كيختلف الانتفاع منهم من شخص لشخص، شنو هي حيت على حساب القوه ديال الامتصاص ديال كل شخص فينا، يعني كاين اللي كيستافد من هذه المكونات كامله وكاين اللي كيستافد منها بواحد النسبه اكثر على حساب عاوتاني ديك الجرثومات النافعه اللي كاينه عندنا في الامعاء ديالنا، كذلك كتلعب واحد الدور مهم وربما حتى هي من بين اللي غادي اللي كاين بعض الاعشاب بعض الزيوت الاساسيه كذلك كتلعب واحد الدور في المحافظه عليها. نعم، المستمعين الكرام اللي بغاو يتواصلوا معنا في 05 22 46 72 51 أو 52 وكذلك الرقم 5080 هو رقم للتواصل عن طريق رسائل الاس ام اس. قبل ما نتواصل مع المستمعين الكرام، واحد المسألة كلشي الناس كيلاحظوها دكتور عبد الخالق الرمضاني، هي الوقت اللي كنقي ولا كنقشر الرمان اللي الدين ديالنا يعني كيبقى فيهم واحد اللون يعني اللي هو أسود، وبزاف ديال الناس كيتفاداو أنهم يقربوا من الرمان على ود هذه المسألة، وكيقول لك ذاك اللون راه كيقدر يبقى في الدين ديالي حتى المدة ديال يومين ثلاث أيام وفي الأظافر بالخصوص. هذه المسألة علاش راجعة؟ يعني علاش اللون ديال اليد ديالنا كيتبدل كنقشروا لك كنقوا الرمان؟ هو الرمان كما ذكرنا هو واحد الخليط فيه فلافونويدات وضرنا على الرونتوسيان ايتترا، وكذلك فيه ديتانا، هادو بجوجهم اللي معروف عليهم على انهم ملونات. وبطبيعه الحال كما كنعرفوا فملي كنهضروا على عفوا ملي كنهضروا على الرمان فراه هو واحد القشور الرمان خاصه، فكما كنعرفوا على انهم داخلين في واحد العدد كبير ديال المستحضرات أو ملونات طبيعية اللي كيبقى القشور ديال الرمان لعب فيهم واحد دور كبير كبير بزاف. كذلك هذوك الملونات هذوك اللي كيعطيونا هذوك حنا اللي حنا كيعطيونا هذوك اللوينات ديالهم بطبيعة الحال هما اللي كيعطيو هذيك المرورة ديالو، ولكن في نفس الوقت راه كيلعب واحد الدور كبير في يعني واحد العدد كبير ديال الدراسات واللي متواجده يعني متواجده بكين امكانيه ديال ان الانسان يتوصل بها، اللي منها انه كيلعب واحد الدور كبير في المشاكل ديال الضغط الدموي لانه كيخفض لنا من النسبه ديال الضغط الدموي، كيلعب واحد الدور كما ذكرت قبيله ديال القلب والشرايين، الوقايه من واحد العدد كبير ديال من الاورام، كنلقاو كذلك واحد الدور كبير اللي عند الناس اللي كيعانيو من الداء السكري، فداخل في المكملات الغذائيه اللي كتعاون الذات ديالنا على انها تحسن من الوظيفه، هنايا كيشابه بعض الاقراص المتوزعه، كيحسن من الوظيفه ديال الانسولين في الدم يعني الوظيفه ديالها في 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 الكبد في العضلات، الوظيفه ديالها كذلك حتى في المواد في الدهنيات يعني في الليبيد ديالنا. اذا بالاضافه الى ذلك ف غير الاستعمال الداخلي فكاين حتى الاستعمال الخارجي. هو اللي غنتكلموا عليه بعد ما نتواصلوا مع المستمعين الكرام وناخذوا مكالمه معنا. ام مؤمن على الخط من سلا، صباح الخير ام مؤمن. صباح النور لاله. مرحبا بك. الله يبارك فيك، نشكركم على البرنامج. عفوا مرحبا. نشكر الدكتور اللي معك. مرحبا لاله. الله يبارك فيك. عارفه كنسولك انا على الرمان، الرمان كيفاش كناكلو؟ نعم.
انا كيعجبني كنبغي ناكلو ولكن ملي كناكلو كندوخ كنحسب الدوخه انا ومين طو كناكلو وانا كندوخ. شنو النوع ديال الدوخه يعني كتحسي براسك واش غير داك العياء ولا كتحسي براسك ان ديك الرغبه في النوم يعني النعاس ولا شنو بالضبط ام مؤمن؟ لا كندوخ لدرجه انا كنبغي نطيح ما عرفتش واش الكوليسترول حيت عندي الكوليسترول عندي طونسيون كيطلع لي. اي شحال كيوصل كتوصل عندك لا طونسيون شحال تقريبا؟ اعطينا الرقم الكبير والرقم الصغير. يا اما يا اما كينزل ليا التسعود 9.5 ولا شي حاجه ما عرفتش ويا اما كيطلع حتى 17 16 كل مره وشنو؟ يعني 17 على التسعود. واه 17 على التسعود واخا. نعم شحال في العمر ديالك ام مؤمن؟ 29 سنه. ولاحظتي هذه المساله ان كيفاش كتاكلي الرمان يعني رديتي البال درتي تجربه شحال من مره؟ فاش كناكل الرمان فاش كناكل العنب وفاش كناكل الدلاح كندوخ كنحب راسي نصيح. واخا واخا ان شاء الله نجاوبوا على السؤال ديالك. شكرا لك ام مؤمن تواصلتي معنا. ثابته هذه المساله تقدر تكون دكتور الرمضاني الرمان وعلاقته بالدوار ولا ديك الدوخه اللي كتحس بها ام مؤمن وقالت انه ما لاحظتش فقط غير في الرمان حتى في العنب وحتى في الدلاح كفاكهه عطات المشكل اللي عندها ديال الكوليسترول وديال ارتفاع ضغط الدم ايضا. هي نوع من الحساسيه ولا الانتوليرونس يعني اليرجي او الانتوليرونس للرمان المكونات ديالو يعني هي واحد من بين الحويجات اللي هي نادره. نعم يعني حتى في الدراسات يعني دوك كنبحثوا على ديك لي زانتوليرونس ولا لي زاليرجي بعض المكونات ديال الرمان اللي بطبيعه الحال الا كانت غادا تكون حاضره فيها طبيعة الحال تقدر تكون حاضر في جميع اللوينات اللي مقاربين بعضياتهم. ذكرت العنب ذكرت الدلاح يعني هنايا مزيان ان احنا نديروا واحد كما كنسميو ديزانفيستيغاسيون في هذا الاتجاه يعني نديروا واحد البحث في هذا الاتجاه يكون واحد المختص يعني كاين واحد التحاليل كاين واحد الطرق كاين واحد لونكيت كاين واحد البحث اللي كيكون باش كنتاكدوا واش فعلا هنايا كاينه حساسيه ولا كاين شي مشكل اخر. هنا كذلك بالنسبه ملي كنهضروا على الرمان فاحنا ذكرناها قبيله يعني من بين المنافع ديالو بالعكس فهو انه كيقدر يخفض لنا كيقدر يعاوننا باش نخفضوا بواحد الدرجه ديال بواحد واحد او لواحد ونص ولا 0.5 يعني درجه ديال الضغط الدموي. هنا هادشي علاش منصوح بالاستعمال ديالو. كذلك هو بالنسبه للكوليسترول ما ذكرناهاش قبيله فهو من بين الحويجات اللي يعني دائما في الولايات المتحده الامريكيه كانت دارت واحد البحث في بعض استخلاص هنا استعمال مباشر ديال بعض المكونات اللي خارجه من الرمان واللي ثبت على انها كتنقص لنا من نسبه ديال الدم في الدم من واحد النسبه ديال واحد الكوليسترول اللي هو ال LDL ولكن ماشي اي نوع يعني ال LDL اوكسيدي يعني المؤكسد اللي هو اللي كيكون كيقدر يتسبب لنا في بعض المشاكل الصحيه واللي ثبت على انه هنا المستخلص ديال الرمان لانهم هما كانوا مشاوفوا استخلاص ديال واحد فلافونويد اللي هو اللي تستعملوه اللي هو مضاد للاكسده واللي ثبت على انه عنده منافع بالعكس في هذا الاتجاه هذا. كما كنعرفوا فراه واحد العدد كبير ديال الدراسات ولو انها اقل مصداقيه من هذه فهي طرقات المساله ديال ان الرمان كفروي يعني كينقص من واحد من النسبه ديال الكوليسترول بواحد الشكل مهم ولكن كما ذكرت فهنايا هذه دراسات اللي ما كانتش واحد العينات اللي هي كبيره. نعم ما كاينش علاقه ما بين تناول الرمان والدوخه. يعني انا كما ذكرت يعني هنا واش هي انتوليرونس يعني تقدر تكون واحد الحساسيه ولا نوع من الحساسيه يعني حاجه من هاد الجوج يعني هنا مزيان انها تكون حيت هنا من الاحسن يكون واحد البحث يعني واحد لونكيت واحد لونكيت بدا واحد لونكيت واحد البحث عاد فاش من بعد منه المختص غادي يشوف اشنا هي التحاليل اللي خاصه باش واش فعلا كاينه هاد الانتوليرونس او لا يعني المسببات ديالها حاجه اخرى. واخا نتواصلوا مع حسن على الخط هاد المره معنا. صباح الخير حسن. صباح الخير عليكم كلشي بخير. الحمد لله مرحبا بك. مبروك عواشركم. اهلا وعليك ان شاء الله يا رب امين. شكرا لك حسن علينا وعليك ان شاء الله. الله يخليك. انا السؤال ديال الدكتور هو الرمان واش كيبقى محافظ على المكونات ديالو الا شديتيه وصوبتيه وتحط في السوبيرات وتحط في الثلاجه. اي شحال تقريبا المده شحال كتخليها حسن؟ تقريبا واحد 3 ايام. مده 3 ايام واخا. تعرفي بانه هو الوقت ديالو بالتصويب ديالو كاين اللي ما عندوش الوقت كاين اللي اييه كيبغي يتنقي هكذاك الحبيبات. اييه واخا. تحط في السبيرات اييه
ويبقى في الثلاجه، الانسان ياخذ منه شويه شويه. اي تبارك الله عليك حسن، وشكرا لك تواصلتي معنا. اذا المساله ديال المده ديال 3 ايام من بعد ما كنقاو الرمان باش غندخل القرمداني كنحتفظوا به في الثلاجه المده ديال 3 ايام. سول حسن وكان سؤال ديال واضح ومباشر، واش كيحافظ على نفس المكونات او لا كيفقدها؟ هي المكونات ديالو هنايا اكثريه كتذكرها على دوك لي غرين، دوك الحبيبات للداخل، يعني دوك الفروي اللي حنا كناكلو بواحد الشكل كثير. فهنايا بطبيعه الحال المكونات ديال النهار الاول ماشي هي ديال النهار الثاني، ماشي هي ديال النهار الثالث، اذا كتغير يعني كتبدا تنقص بواحد النسبه قليله، لدرجه انه مثلا يعني كاين واحد المده كاع اللي معطيه اللي هي تقريبا واحد 7 ايام 8 ايام باش المكونات ديالو كتنقص بواحد الشكل اللي هو كبير. انا بطبيعه الحال كيبقى كذلك، ما نساوش على انه يعني كنا كنهضروا على المحافظه عليها في الثلاجه فاش من درجه، يعني حتى هذه المساله هي مهمه، درجه البروده درجه البروده. يعني هنايا وحتى كما كنعرفوا هنا يعني نعاودوا ذاك لو ديبا ديال لا كونجيلاسيون، واش كنحطوها في يعني كنكونجليوها يعني كنثلجوها ولا غير كنخليوها محافظ عليها لواحد المده. اللي نبغي نشير ليه كذلك هو انه شحال من المده شحال من المده كتكثر شحال من كتخمر راه كتعرض للتخمر، والتخمر ديالو اكثر كيقدر يبدا ابتداء من اليوم العاشر. نعم اذا حتى 10 ايام. نعم وحتى المساله ربما كنلاحظوها دكتور عبد الخالق رمضاني، الناس اللي كيحطوا الرمان في الثلاجه بعد ما كينقوا كيبقى المده ديال يومين 3 ايام، سبحان الله كنلاحظوا انه كيميه كيولي فيه واحد السائل يعني واحد الماء، فربما هذا خير دليل انه راه المكونات كتفقد نوعا ما بواحد النسبه. هي بطبيعه الحال هي كما ذكرنا فاش ذكرت قبيله فذكرنا من بين المكونات ديالو ذكرت فيتامينات، وكاين من هذوك الفيتامينات كاين فيتامين بي وفيتامين سي. نعم. اللي هي واحد الفيتامينات اللي معروف عليها ما كتصبرش هذه الاولى. ثاني حاجه هي انها كما ايدغوسولي بمعنى انها كتمشي مع الماء، نعم دائبه يعني في الماء، وبطبيعه الحال فاش كما كنعرفوا الفواكه كامله والخضر كامله يعني كاين عندها انزيمات، وهذيك الانزيمات ملي كنخرجوها لو فروي كنخرجوه من الوسط ديالو كنخرجوه يعني كتوصل لواحد المده، فراه هذوك الانزيمات كيبداو يتفرزوا وكيبداو هما اللي كيخربوا لينا في هذاك في هذوك المكونات، وكتبدا تطيح على شكل ماء على شكل الياف ولا على شكل حبيبات اللي بطبيعه الحال وما حدا كتزيد في الوقت ما حدا كتنقص لينا وكتفقر لنا هذوك المكونات ديالو. أكثر من ذلك يعني كتبدا تعرض الإمكانية ديال التعرض للتعفن، هذا الشيء علاش الحاضر هنا كذلك يمشي في هذا الاتجاه، الإمكانية ديال التعرض للتعفن حتى هي كتبدا غدا وكتطلع، ما حد المدة كطول ما حد كطلع. يعني من الأحسن الرمان كما ذكرنا أحسن طريقة الاستهلاك ديالو هي مباشرة. نعم. يعني كناخذوا الفاكهة كنقيوها معير بالموس كنحلوها هكاك، يعني شحال ما كلينا هذوك الحبيبات وحتى ذوك الوريقات كما ديك القشره الدخلانيه شحال ما مزيان، وكما ذكرت لو فروي كامل يعني الا حتى عصرناه فكذلك كتبقى احسن. وهنا واحد النقطه اللي ما شفناش لها هي بالنسبه للناس اللي كيتبعوا واحد الحميه، فراه هي في واحد يعني كاين يعني كمصاحبه بالناس اللي باغيين ينقصوا من الدهون ونقصوا من يعني حتى في بعض المناطق البطن خاصة، فراه يعني فاش كيكون واحد النظام غذائي مقاد وكيضاف ليه حتى الرمان فراه كيمشي كيعطي واحد النتائج اللي ممتازه. غادي نتكلموا مازال على الاستعمالات الخارجيه، قلت من ضمنها الناس اللي كيستعملوا الرمان في تبييض الاسنان، واش فعلا تبت هذه المساله ولا لا؟ غنتكلموا على الناس اللي كيستعملوا قشور الرمان كذلك في التلوين ديال الشعر باش كيحسن لون الشعر اللي هو فاتح، فمازال غنتكلموا على هذه النقط في حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه دائما على ميد راديو. ناخذوا خديجه على الخط هذه المره معنا من شفشاون. صباح الخير خديجه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رجاء عند الصيانه بيتي نسولك، عندي المسران مريض. ايه. مده 10 سنين هذه. شنو المشكل اللي عندك في المسران بالضبط يا خديجه؟ انتفاخ بزاف. ايه. وما كنخرجش يوميا للمرحاض. ايه. على مده 10 ايام كل مره كتوصل حتى ل 10 ايام 12 يوم. واخا كتجيني غثيان ودوخه. ايه. كتجيني القيء. نعم. وبغيت نسول الدكتور واش النعاس عنده مشكل مع الجهاز الهضمي، يعني ما كننعسش كنشوف كوابيس. نعم. شحال في العمر ديالك خديجه؟
عمري 27. 27 سنة. وحاليا كاين علاج كتاخدي علاج متبعة مع الطبيب؟ كناخد علاج بالحق مني نقطع داك العلاج كيرجع لي نفس المشكل. شحال العمر ديالك خديجة؟ عمري 27 سنة. ومن شحال هادي وانت عندك هاد المشكلة هادي؟ هادي مني عندي 17 سنة دابا. مدة 10 سنين. نعم. واخا ان شاء الله نجاوبوا على السؤال ديالك خديجه. شكرا لك تواصلتي معنا من شفشاون. يعني ماشي ساهل دكتور عبد الخالق رمضان، يعني مشكل على مستوى الجهاز الهضمي، وهي شرط بالاخص المشكل ديال انتفاخ ربما الغازات. فسولات على المساله ديال الدوخه اللي كتحس بها، القيء اولا الغثيان، المساله كذلك انه ديك الرغبه اللي كتكون مثلا يعني الحجر البيولوجيه ما كتجيها تقريبا حتى على المده ديال 10 ايام. فربما دابا كتسول خديجه واش الرمان في هذه الحاله، وكنعرفوا هذا هو الوقت اولا الموسم ديالو، واش ممكن ينفعها؟ هنا كاين في بعض التوجه بعض المختصين كيلخصوا يعني الصحه ديال الانسان في واحد اربعه الحوايج. اولهم هي العلاقه ما بين الخلايا ديال الانسان، يعني لا كومونيكاسيون انترسيلولير. ثاني حاجه هي القوه ديال الخلايا ديالنا على انها المقاومه، يعني كيفاش كتقاوم المناعه ديالها، كيفاش كتقدر تقاوم ديك الاكسده والحويجه الاخرى. ثالث حاجه هي القوه ديال العقل، لا اولى ديال العمل ديال العقل، لا فونكسيون سيرفو. ورابع حاجه اللي هي مهمه ومهمه بزاف هي لا فونكسيون انتستينال، اولا الوظيفه ديال الجهاز الهضمي. وهذه الوظيفه ديال الجهاز الهضمي بطبيعه الحال فيها يعني ميكوز ديالها، فيها مناعه، فيها حتى ذوك النوع ديال الميكروبات. اذا كما كنستنتجوا فراه هاد الوظائف هادو بربعه ضروري يكونوا حاضرين عندنا باش تكون عندنا صحه جيده. يعني هنايا الاخت خديجه عندها المشكل ديال هاد في الجهاز الهضمي، يعني تقدر تكون عنده علاقه مع العقل، تقدر تكون عنده علاقه يعني مع يعني اولا تقدر تكون شي مشكل عضوي. هنايا ربما 10 سنوات غالبا يعني كانت تمات زياره ديال المختصين، وغالبا يعني حيت هاد ملي كتولي هاد المشكله ديال القبض المده يعني واحد المره في كل 10 ايام ولا مره في كل اسبوع، فهي مسائل اللي خاصها واحد يعني واحد التعامل اللي هو يعني بواحد الجديه. وهي ذكرات سميتو المضاعفات اللي كتنتج كذلك منها انها كتحس الرغبه في القيء، الرغبه في القيء، انها الغثيان، انها يعني الحاله النفسيه ماشي هي هذيك، يعني واحد عندك وهادو كاملين حويجات اللي هما كيزيدوا يحافظوا على 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 بعضياتهم. هنا مزيان انها تكون زياره ديال المختص، يعني المساله ديالها ما خصش تزيد اكثر من هذا القياس هذا. كاين يعني بعض الحويجات اللي نقدروا كمكملات غذائيه ملي كنمشيو مثلا كنقادوا، يعني كاين بعض الوظائف كاين ملي الوظيفه ديال الجهاز الهضمي الحويجات اللي كنمشيو فيهم كمكملات. كنا ذكرنا القشور الرمان هنا بوسكو هما الموضوع ديال اليوم، فهما من بين الحويجات اللي كذلك عندهم واحد مشاكل ديال التقيؤ، المشاكل ديال القرح ديال المعده، المشاكل ديال الاشبي، يعني كيمشيو كذلك في هذا الاتجاه كوقايه هما والبابونج هما واحد العدد كبير على الخصوص، يعني حويجات اللي فيهم بعض المكونات اللي كتضاهي بعض لي موليكول اللي كاينين اللي متداولين. كذلك فهو كيحسن من الوظيفه ديال الجهاز الهضمي، خاصه بالنسبه للناس اللي عندهم القبض بهذا الشكل اللي هو كثير، او حتى الناس اللي عندهم مشكل ديال الاسهال. فهو الخاصيه ديالو هو انه كيقاد لنا هذه الوظيفه ديال الجهاز الهضمي. كذلك كاين هنايا باش كنسرعوا كما ذكرنا، فكاين بعض الاعشاب اللي هي تخي دوس في هذا الاتجاه، اللي منهم واحد العشبه اللي هي معروفه ودائما كنستعملوها اللي هي اللويزه بكل بساطه. اللويزه اللي معروف عليها هي كما كيقولوا سيتان لاكساتيف دو، معنى يعني كتحرك لينا شويه الوظيفه ديال الامعاء ولكن بواحد الشكل اللي هو اللي هو اللي هو ظريف. داكشي علاش كنستعملوا عند الانسان ملي كيكون يلاه فاتح باش كنبغوا
نعطيو واحد الضربه للمصيرنات باش يبداو يتحركوا. وهذا هاد العمل ديال الويزا هو اللي خلى المنظمه العالميه للصحه تنصح بعدم الاستعمال ديال الويزا عند الاطفال اللي قل من سنتين كيف ما ذكرت، ولو ان احنا هذه عاده اللي هي شائعه الاستعمال ديالها عند الاطفال. كذلك كاين الامكانيه ديال الاضافه ديال بعض الحويجات اللي هما معروفين، بحال مثلا الاوراق ماشي الحبه، الاوراق ديال سن حرام اللي بين المعروف عليهم على انهم كيخدموا مزيان في هاد الاتجاه هذا. ذكرت كذلك حتى المشكل ديال الانتفاخ، هنا كاين غازات من بين الاعشاب اللي معروف على انها كتنقص لنا من دوك الغازات اللي هي طبيعيه، كاين الشابون اكتيفي اللي هو مهم في هاد الاتجاه هذا. وكذلك كنقدروا نضيفوا بعض الحويجات اللي منهم بكل بساطه النافع مثلا اللي معروف عليه لانه كينقص لينا من الحده ديال هذوك الغازات. ولكن كيف ما ذكرت يعني الاخت خديجه مزيان انها تشوف واحد المختص باش تكون ان بريزون شارج، باش ياخذها يعني يكون واحد تشخيص ديال اشنا هي المسببات ديال هذا القبض لهذا اللي بهذا الشكل هذا، باش حتى العلاج كيكون مناسب. ومن ناحيه المكملات الغذائيه، المكملات اللي غتقدر بشفاء راح نذكرنا. نعم، غادي ناخذوا هذه المره لطيفه على الخط معنا من فرنسا. صباح الخير لطيفه. لطيفه صباح الخير. صباح الخير لالا. مرحبا بك. بارك الله فيك، مبروك عواشركم، كل عام وانتم بخير. انت بألف صحه وسلامه ان شاء الله لطيفه. ربي يخليك، بارك الله فيك. الله يخليك لالا، بغيت نهضر مع الدكتور رمضاني. مرحبا. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. مبروك عواشركم علينا وعليك. عامين وانتم بخير. يب. الله يخليك دكتور، انا كنعاني من انتفاخ في البطن، عندي كولوباتي فونكسيونيل، دونك دائما كرشي منفوخه، دائما فيها الاوجاع. المهم فوالا، مره كيكون فيا القبض، مره في لا دياغي دونك، وقالوا لي الرمان مطحون كيصلح للغازات في البطن. الرمان مطحون قصدتي القشور ديال الرمان لطيفه؟ قشور الرمان. اييه نتاع الرمان، واش هذا صحيح ولا لا؟ واخا. والله يخليك، سؤال اخر، شنو هما الاعشاب اللي نقدر نشربهم باش هاد الانتفاخ وهاد الاوجاع تنقص؟ وانا في الصباح كنشرب اتاي مع الاعشاب، مره مع السلميه، مره مع اجير، كل مره مع سميتو. واش هاد القاعده اللي كندير واش مزيانه ولا لا؟ نعم واخا، نجاوب ان شاء الله على كل اسئلتك لطيفه. شكرا ليك، تواصلتي معنا من فرنسا. اذا القشور ديال الرمان مطحونين واش ممكن يفيدوا لطيفه في الحاله اللي شرحتها دكتور؟ هي بالنسبه للاخت لطيفه، اول حاجه يعني هذا الانتفاخ وهذاك الشيء يعني خاصنا مزيان انها تقلب على المسببات ديالو. انا كنصحها يعني انها تشوف في الاتجاه ديال واحد في التغذيه، واحد كنسمو دوك الزان كومباتيبيليتي، معناه انه في بعض الاحيان كيقدر يكون تخلاط ديال بعض المكونات الغذائيه اللي كيتسبوا لنا في واحد العسر ديال الهضم، اللي كيتسبوا لنا حتى في هذيك الغازات، يعني زان كومباتيبيليتي اليمونتيغ. وربما هنا كاين واحد العدد كبير ديال المواقع اللي جاده اللي دايره دي طابلو ديال لان كومباتيبيليتي لي زاليمون انكومباتيبل، المسائل اللي مزيان ان احنا نحاولوا ما امكن ان احنا ما نمزوش بيناتنا، وحتى التخلاط ديالها يكون بواحد الشكل اللي هو معقول. فيما يخص الحويجات اللي مضافه ولا تكميليه اللي ذكرت، هي القشور ديال الرمان، الحبوب ديال الرمان، يعني الرمان، القشور ديال الرمان مطحونين، هي فعلا كيتباع بهذا الشكل هذا. يعني تقدر تستعمل منه واحد النسبه ديال 50 غرام حتى 70 غرام حتى 80 غرام في اليوم. يعني كيريح بواحد الشكل كبير. شنو طريقة الاستعمال؟ على شكل مشروب؟ 50 غرام تقدر تستعملها مباشرة، تقدر تشربها على شكل مسحوق. على شكل مسحوق، أو يعني راه كاينة حتى على شكل مصوبة في أقراص، يعني بواحد اللي كتقدر تستعملهم بواحد الشكل بسيط. كذلك كتقدر اللي بغات تستعملهم في واحد شوية ديال الماء تحركهم وتشربهم، يعني المهم هو ديك 50 غرام تستعملها. فيما يخص الأعشاب الأخرى اللي ذكرت على انها اللي تقدر تنفع في هذا الجزء، كاين واحد دوك الثلاثه اللي كيكونوا خفاف، وكيعطيو واحد الراحه، كيعطيو واحد المنافع كبيره في هذا الاتجاه اللي كنا ذكرناهم، اللي هما البابونج، الكرويه،
نافع. فهادو في هاد المشاكل هادو ديال الانتفاخ ديال الغازات وتا ديال الوجيعات اللي كيكونوا في المسطره هنا بطبيعه الحال هنايا كاشاره فكاين الامكانيات ديال الاستعمال ديال هاد ثلاثه الحويجات حتى عند الاطفال. نعم غادي نمشيو باش نتكلموا على النقطه اللي وعدنا المستمعين الكرام انه غادي نشيروا لها في الحلقه ديال اليوم دكتور رمضاني، المساله ديال استعمال الرمان في تبييض الاسنان، واش فعلا عنده دور وكيقوم بتبييض الاسنان؟ هو اونغارغاريزم يعني هاد البودغ يعني الرمان مصوب القشور ديالو كومبودغ، فهو منظف منظف الاسنان ومنظف حتى ومضاد للالتهابات حتى ديال اللثه يعني من ناحيه لتبييض الاسنان. فبطبيعه الحال كيدخلوا مكونات اخرى اللي منهم بعض البيكربونات اللي منهم بعض الاعشاب اخرى، ولكن هو بالضبط يعني بالمنافع اللي عنده بالاخص كمنظف وكذلك مضاد للالتهابات. وكما كنعرفوا هذا المشكل هذا راه كثير وكثير بزاف، ومن بين الحويجات اللي كيتبعوا منظف حتى المعده. داكشي علاش في بعض الاحيان مثلا فاش كتكون مشاكل ديال اللثه ولا حتى ديال المعده كنقدروا نستعملوا، كينفعنا في نفس الوقت لهاد الحويجات بجوج. نعم استعمال الرمان في تلوين الشعر، بزاف ديال السيدات كيدخلوه ضمن العديد من الوصفات ومن الخلطات الطبيعيه لتلوين الشعر ديالهم، واش فعلا القشور ديال الرمان اللي استعملناهم عندهم هاد القدره انهم كيلونوا الشعر؟ واش من اللون بالضبط كنحصلوا عليه اللي استعملنا قشور ديال الرمان؟ هما فعلا القشور ديال الرمان كما كان تطرقنا لهم في واحد الحلقات اللي كنا هضرنا فيهم على الملونات الحويجات اللي كتعطينا اللون ديال الشعر. هادشي فصل الصيف كنا تكلمنا عليه بطبيعه الحال. فكنا من بين لاحظنا الرمان كان حاضر، القشور ديال الرمان حاضره، الكوكليكو حاضر او البلعمان، الشاي كان حاضر، القهوه كانت حاضره، يعني واحد العدد كبير ديال المكونات اللي كانت حاضره. القشور ديال الرمان في بعض الاحيان مثلا كتقدر تدخل حتى في المكونات ديال العكر الفاسي في بعض المناطق بالاضافه الى الكوكليكو او البلعمان. يعني هنايا بطبيعه الحال اللون ديالها كيمشي للحمراء، كيمشي للصفرة، داك الاكازو بطبيعة الحال واحد اللوين اللي هو، ولكن هنايا على حسب اللون دو باز ديال السيدة. يعني الملونات الطبيعية عندها الخاصية على أنها ما كتعطيكش واحد اللون اللي السيدة ما عندهاش. إلى كاين بعض الاستثناءات اللي هي اللي كتمشي لواحد اللون ديال العشبة أكثر، بحال مثلا الحنة، بحال يعني وحتى الحنة راه كاين ملي كان مثلا كيمشي معها القشور ديال الرمان فكيعطيو واحد اللون اللي هو شاعل اكثر. قشور ديال الرمان مع الكاكاو كما ولا الحبيبات بودره ديال الكاكاو ولا حتى مع دوك الحبيبات ديال الكاكاو الا كانت الامكانيه، ملي كنهرسوهم وكنخلطوهم مع القشور ديال الرمان وكنستعملوهم مع بعض الزوج فهما كذلك كيمشيو مكونات رائعه باش كن بوغ دوك لي شوفو غري دوك باش كنحاربوا بهم الشيب. يعني هنا بطبيعه الحال عندك الكميه، النصيحه اللي كنعطيها لجميع السيدات اللي كيبغيو يستعملوا بعض الخلطه الطبيعيه هو انهم اي حاجه استعملوها فبطبيعه الحال يكون ورقه وستيلو باش كياخذوا ديك المكونات ديك العبارات اللي هما استعملوهم. بس سبحان الله الا بغاو يعاودوا نفس الصباغه كتبقاو ولا نفس اللون الطبيعي فكيبقاو في نفس المكونات، حيت هذيك راه يقدر مثلا عند السيده يعطيها واحد اللون اللي مايل اكثر الى الصفوره، واحد اخر يعطيها لون غادي للحمر على حسب كما ذكرت اللون الاصلي ديال الشعر ديالها. نعم دائما في تواصلنا مع المستمعين الكرام. هذه المره ام ايمان على الخط معنا من تمارا. صباح الخير ام ايمان. صباح الخير لله. مرحبا بك. الله يبارك فيك. الله يخليك، بغيت نهضر مع الدكتور. اييه تفضلي. حتى انا عندي المصران من 2005 عندي التهاب في المصران. عندك التهاب في المصران؟ في المصران الغليظ. وانا متبعه عند اختصاصي. ودائما الدواء تيمشي تيجي وما عرفتش هذه المره مده عام ما مشاش لي هذا الشيء، واخا الدواء واخا هكاك. ام ايمان شنو من العلامات ولا الاعراض اللي كيبانوا عندك باش كتحسي؟ لا دياري والدم الاسهال. نعم كيكون الدم في الخروج. نعم. وشحال في عمرك؟ شحال في عمرك ام ايمان؟ 47 عام. 47 سنه. نعم دابا العلاج ما وقفتيش، مازال مع الطبيب؟ لا مازال مع الطبيب. اييه
وبغيت غير نعرف الرمان واش ناكلو ماشي مشكل واش نصفي واش نسخنو واش ندير ليه عزيز عليا الرمان. واخا أمي نجاوب على سؤالك إن شاء الله دعوتنا لك بالشفاء العاجل والقريب الله يشافيك. شكرا. وبغيت غير واحد التليفون بعثك سكر دوز ليا الأسماء باش تعطيني واحد التليفون. واخا رجعي ما تقطعيش ام ايمان, رجعي ستوندار وهما يعطوك الرقم اللي بغيتي على راس العين, ما تقطعيش ام ايمان. اذا التهاب في المسرة الغليظ بالضبط الحاله ديال ام ايمان دكتور عبد الخالق رمضاني, هي سولات على الطريقه احسن طريقه باش تناول الرمان وربما تستافد منه اكثر. قالت واش تستعملوا هكذاك حبيبات يعني بطريقه كيف ما كنعرفوه ولا تطحنوا ولا تعصروا, شنو الطريقه اللي غتقدر تنفعها؟ وراها شارت على انه ربما عندها اسهال اللي كيكون على مدى طويل وحتى الخروج ديالها كيكون مصاحب بالدم. هنا ما كنتمنوا لها الشفاء الاخت ام ايمان, وفي نفس الوقت كنشكرها لانها حلتنا واحد المساله ربما تناسيناها نطرقوا لها, هي انه في بعض الاحيان يعني نذكرنا على ان الرمان بين الحويجات اللي كيعطينا كيعطينا واحد العدد كبير ديال الالياف اللي هي اللي هي نافعه اللي كتعمل اللي كتقاد لنا هذيك الوظيفه ديال ديال الجهاز الهضمي, ولكن ما كيمنعش على ان استعمال هذوك الالياف عند في بعض عند بعض الناس اللي كيعانيوا من بعض المشاكل اللي فيها كتسبب لنا على في على في التهابات ديال ديال الامعاء ديال المصرى الغليظ خاصه بجميع الانواع ديال ديال الامراض اللي كتسبب لنا في هذه الالتهابات كسوا الكرون ولا الاكس اش ولا اي اللي هي واحد العدد كبير ديال الانواع ديال الالتهابات. فهنا بطبيعه الحال خاصه في البوسي يعني فاش كتكون التهاب في الاوج ديالو فهنا ينصح عدم استعمال هذه المكونات, يعني عدم استعمال هذه المكونات لانها بالعكس هي كتسبب لنا اللي كتقدر هي تزيد تسبب لنا في هذاك الدم ولا ذاك الحريق اللي غادي اللي كيكون هنا. بطبيعه الحال كنحتاجوا واحد النسبه واحد الكميه كبيره ديال المواد اللي هي مضاده للالتهاب. هنا كمكملات هنا كمكملات غذائيه يعني من الاهميه ديال الحويجات ولا ديال المصادر, وهنا مصادر مركزه هنا نمشيو شويه مركز ديال لي زوميغا 3 واحد العدد كبير ديال المكونات اللي معروف ديال المكملات الغذائيه اللي معروف عليها لانها مضاده للاكسده. وبطبيعه الحال هنا واحد المتابعه عن قرب من طرف طبيب اللي كيكون مختص في الجهاز الهضمي باش كيتبع هذه الحاله. وهنايا الحويجات اللي كيجيو من بعد يعني في ملي كتنقص هذه الحاله ديال الالتهاب هنا بطبيعه الحال هنايا بعيد على الحاله ديال الالتهاب في طبيعه الحال الرمان بالشكل اللي كنا ذكرناه هنا من الاحسن على انه تستعمل ب يعني واحد كاين واحد الاله اللي كتستخلص لنا غير المكونات بلا الياف هنايا مزيان على سونتريفيجوز هنايا مزيان انها الى هنا في هذه الحالة تستعمل لا سونتريفيجوز باش تخرج ديك المكونات اللي غادا تستافد منها, ولكن دير الرمان كما ذكرنا بالوريقات ديالو بكل شيء ليه باش وتستافد منهم بواحد الشكل كثير وكذلك وغادي ينفعوها وما غاديش يضروها في الحالة ديال الالتهاب. ناخذوا أمال على الخط معنا هذه المرة من مدينة الدار البيضاء. صباح الخير أمال. صباح الخير. مرحبا بك. شكرا. شكرا. كنشكركم على هذا. العفو أمل مرحبا. شكرا. كتسمعوني؟ كنسمعوك أمل تفضلي شنو هو سؤالك؟ عافاك أنا أمل عندي 50 عام وكيعجبني الرمان كليتو شحال وأنا صغيرة. العام اللي فات تخصني كد لوكازيون كانت عندي لوكازيون باش ناكل الرمان بزاف وطحنته بالعظام ديالو وديك الشيء ملي خديت الفوديا خديت بكمية كثيرة ومن بعد حسيت بواحد لو ديزيكيليبغ اون سيستيم ديجيستيف جو با كومبري واش امال مازال معانا؟ واخا شنو اللي ما فهمتيش؟ ما فهمت ان واش ذاك لو فات انني خديت ديك الكميه كبيره واحد لا سومان هي اللي دارت لي ذاك لو ديزيكيليبغ ولا حاجه اخرى ولا لو فات انني خديته بعظامه ولا جو عطاني ميم واحد لا فيبليسمون بريسك اون سومان هكا وعاود الله يعطيك الشكر بغيت نسول الدكتور مشكورين على هذه المواضيع المهمه اللي كتعطيونا العفو بغيت نسول عفاك على طريقه استعمال القشور واش حيت انا كنعقل على الوالده ديالي الله يرحمها كانت كتهم
كتغلي وتشرب ملي كتحس بشي مشكل عندها اونيفو ديجستيف كتغليهم وتشرب. واش هاد الطريقه صحيحه؟ وعاوتاني سؤال اخر متواصل مع هذا، واش يمكننا ناخذ بك داك لا ديد هاد الوصفه هادي بحال دابا وقت ما يكون عندنا والو غير اونتريفونسيون؟ واخا واخا امل، شكرا. العفو امل، ان شاء الله نجاوبوا على كل الاسئله ديالك. شكرا لك تواصلتي معنا. اذا تفضل دكتور عبد الخالق رمضاني. اول حاجه داك عدم التوازن اللي حسات به امل، قالت على كانت عندها فرصه ربما على مدى اسبوع وهي كتاخذ الرمان وراها شارت انها كميات اللي هي كثيره على مدى اسبوع كامل، وشارت على انها ما عرفاتش واش دوك العظيمات ديالو حتى هما عندهم دور في الحاله ديالها، وقالت انها استعملته مطحون بالعظام ديالو. هنا ملي كنهضروا على الرمان فهو بطبيعته هو فاكهه، والرمان ملي كنهضروا عليه يعني الاستعمال ديال وحده في النهار كتكون غالبا كافيه، ملي كناخذوها بواحد الشكل اللي هو اكثر فهنا بطبيعه الحال كنبداو نقربوا يعني اي حاجه كتفوت الحد ديالها كتقدر تسبب لنا في مشاكل، منهم مثلا ان وبكل بساطه على انه حتى التركيز وحتى الكميه ديال الفركتوز ولا ديال السكر اللي حنا كنكونوا تناولناه خاصنا ناخذوه بالاعتبار، لان كنكونوا خدينا واحد المكون اللي هو كثير خاصه بالنسبه للناس كما هو نافع لعند الناس اللي كيتبعوا هاد الحميه، فبطبيعه الحال فاش كيبداو يكثروا فيه بالعكس هنايا راه هو كيعطينا واحد لي كالوري، حتى هو كيعطينا طاقه، حتى هو كيعطينا داك الفركتوز اللي كما ذكرنا اللي هو من بين اللي حتى هو بحالو بحال السكر اولا بحالو بحال الجلوكوز اللي حنا كنعرفوه اولا ربما في بعض الاحيان كيكون كاع قبح منه. اذا هنايا بطبيعه الحال من بين فاش كنستعملوه بواحد الشكل كثير فاحنا كما ذكرنا قبيله فهو النيت كيقدر يتسبب لنا في واحد رده فعل ديال المصرنات ديالنا اللي حتى هي كتلقى المصرن ديالنا تما كيلقى واحد الكميه اللي هي كثيره بطبيعه الحال كتبدا المحاوله للتخلص منه اللي كيقدر تسبب لنا في اسهال، تقدر تسبب لنا في غثيان، يعني الذات ديالنا عندها طرق حتى هي باش كتقاوم اي حاجه جاتها كثيره، يعني الاستعمال ديالو بقاو في ذاك وحده في النهار وديك اولا حتى جوج في النهار اللي كنا غادي نستعملوهم كعصير اولا في ديك لا سونتريفيجوز باش نستافدوا من المكونات ديالو. يعني ماشي غير المكونات المنافع ديالو على الجهاز الهضمي ديالنا ولكن المنافع ديالو كتمشي على الذات ديالنا كامل. الا سمحتي سولات امل كذلك لانه ما بقاش الوقت بزاف دكتور عبد الخالق رمضاني، الطريقه اللي كانت كدير الام ديالها زمان على انها كتاخذ القشور ديال الرمان كتخليهم وكتاخذ ذاك المشروب اللي تغلاو فيه القشور، وسولات امل واش هنا كيفيدوا في الحاله ديال مشاكل الجهاز الهضمي، واش حتى بالنسبه للانسان العادي على سبيل الوقايه، يعني الانسان اللي ما عندوش مشكل فقط خداهم غير الوقايه؟ هنا من الاحسن دوك القشور ديال الرمان بطبيعه الحال كانت عندهم طرق ديال كيجفوهم ونشفوهم بواحد الشكل اللي هو صحي، هنايا والمحافظه عليهم كذلك في واحد المنطقه اللي ما فيهاش الرطوبه ما فيهاش والاستعمال ديالهم من الاحسن انه كاين طريقه ديال تغليهم كتمشيو كنجبدوا مكونات اخرى، ولكن كيبقى غير ان احنا كنكبوا عليهم الماء طايب وكنخليوه فيهم هذاك الماء طايب واحد المده ديال ربع ساعه ديال ثلث ساعه. اذا كنرقدوهم ماشي كنغليوهم. نرقدوهم اولا كنكبوهم يعني نرقدوهم نخليهم واحد اليوم ولا واحد نص نهار، اولا كنكبوا عليهم الماء طايب كنخليو واحد ربع ساعه ونص ساعه وكنقدروا نستهلكوهم، وهنا كنستافدوا من جميع المنافع ديالو اللي كنا ذكرناهم خاصه فيما يخص القلب والشرايين الضغط الدموي والداء السكري. هدى من مكناس بعثات برساله كتسول دكتور عبد الخالق رمضاني الله يخليك، بغات هي تعرف واش قشور الرمان عندهم مده صلاحيه، يعني الناس اللي هذا هو الموسم ديال الرمان كياخذوا القشور كيبسوهم ولا كينشفوهم وكيحتفظوا بهم على اساس انهم يستعملوهم من بعد، واش قشور الرمان ميبسين عندهم مده صلاحيه؟ كل شيء كيبقى على حسب هذوك الدرجه ديال التيباس، يعني فين يبسناهم؟ واش يعني في اشعه الشمس ولا في الفران؟ واش في الفران ولا في الفران ولا في شي مناطق مثلا داخليه اللي ما فيهاش النسبه ديال الرطوبه، وكذلك فين حافظنا عليهم نقدروا نحافظوا عليهم حتى لمده ديال سنه. فين حافظنا عليهم؟ يعني الا حافظنا عليهم مثلا في الكوزينه حدا البخار والدخان كيطلع عليهم وداك الماء كيلصق فيهم وكيعاود، فهنا بطبيعه الحال اول حاجه كيتعرضوا لها هو كيتعرضوا للتعفن، يعني دائما فاش كنشفوهم بواحد الشكل ما كتبقاش فيهم ديك النسبه ديال الماء، وكاين واحد الطريقه انهم كنشدوا شي حاجه اللي هي مزموطه كنبيتوهم فيها، اذا لقينا فيها دي كتلات الداخل يعني نقاط ديال الماء فهذا دليل على ان مازال خاصها تيبس. سعاد كذلك كتسول هذه المره على الوليدات اللي يلاه بداوا التغذيه التكميليه يعني مع الرضاعه الطبيعيه،
واش مسموح انه نعطوهم الرمان معصور العصير ديال الرمان؟ كنتكلموا على 8 شهور على 9 شهور. ابتداء من 6 شهور نقدروا نعطيو للطفل ديالنا واحد الكميه ديال العصير ديال الرمان بالشكل اللي حنا ذكرناه، كل منافع للاطفال في هذا السن هذا. كل الشكر لك دكتور عبد الخالق الرمضاني اخصائي في التغذيه والعلاج بالمواد الطبيعيه، شكرا لكم مره اخرى على شرفكم. احنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم صحه وسلامه، وغدا ان شاء الله غادي يجمعنا موعد جديد مع موضوع جديد. دائما كيهم الصحه والسلامه ديالكم، لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد رفقتكم وراء الميكروفون، وفاء فائز فوندا كانت معي في الاخراج وسميحه في استقبال مكالماتكم. عواشركم بروكه وكل عام وانتم بألف خير، الى اللقاء.